لتوفير السكن الملائم للمواطنين. واستبرح الكريمة لأولياتنا ومحل اهتمام الشخصي. مستمرين تحت رؤية 2030، نطمح أن نخدم 300,000 أسرة سعودية في 2020، نطمح أن يسكن منها 130,000 أسرة بحد أدنى. سنستمر في ضخ وحدات أراضي مجانية، تقريبا 90,000 أرض مجانية، الوصول إلى 204,000 عقد مع المؤسسات المالية، أكثر من 100 مليار ريال سيتم ضخها كقروض عقارية في 2020. سنضخ 11 مليار ريال لبناء أكثر من 30,000 وحدة سكنية للأسر أشد حاجة من خلال 300 جمعية خيرية، أكثر من 335 فرصة مع القطاع الخاص من مقاولين ومطورين للعمل معنا في مشاريع 2020.